يقول قبل كنا نقول الحسين ليش اختار العراق؟ ليش اختار أن يدفن عند العراقيين؟ والله يعني بإذن سمعت. يقول لكن من نشوف رجضة طويريد يوم العاشر، ومن نشوف المجالس هاي الفضائيات تنقل كل عراق 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 مع البلاء اللي على العراقيين وما مرتاحين في حياتهم، يا ريت مرتاحين، لا عايشين في قمة البلاء من يوم واحد محرم إلى 20 صفر. للطبخ يوقف، للعزاء يوقف، للطم يوقف، للشعائر توقف، انباوح هاي الملايين تركض رقبة طويريج تهرول. ها يقول عرفنا ليش الإمام اختار العراق واختار هاي الناس، وبالفعل إلى يوم 40 أهل العراق أبدا لا يتوقف ذكر الحسين والعزاء على الحسين والعطاء للحسين. الله يتقبل منهم إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الفاء وتبدي وتنتهي وين؟ إلى كربلاء. مو المسير والعزاء والأكل والشرب، مرات أمشي بالشارع أشوف لازم صينية الأكل الإنسان العراقي يوقفها للسيارة، يقول له أوقف 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 الحسين عليك أوقف، ها بس أخذ هذا الماعون أكل في سبيل أبي عبد الله في سبيل الحسين. والله ناس ما عد فقرة 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 ما عدهم، يقطعها من زردومة ويروح يشتري هذا السمك أجود أنواع السمك، ها ويخلي السفرة ويفرشها ويصيح زاد أبو علي زاد أبو علي تعال أكل زاد أبو علي.